أهلا وسهلا بكم. طيب إحنا لسه كنا من يومين كنا بنكلم دكتور عمرو الديب في موسكو، وكنا بنتكلم على مسألة الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة أو للمفاعل النووي الرابع. مصر عندها برنامج عظيم جدا للمفاعلات النووية في الضبعة لإنتاج الطاقة والأبحاث وما إلى ذلك. حلو. طيب إحنا دلوقتي إن شاء الله وبكرة بأمر الله هيبقى في عندنا حدث عظيم، وهو الصبة الخرسانية الأولى بتاعة المفاعل الرابع. هتبقى فيها بقى فخامة رئيس الجمهورية، هيبقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى آخره. السؤال هو بقى إيه هي طبيعة البرنامج النووي المصري؟ شوف الاسم كده إيه دايما يخوف، ولكن مش كل البرامج النووية معمولة علشان خاطر نعمل أسلحة دمار شامل وما إيه، لا لا خالص. في برامج نووية بتتعمل علشان الطاقة وعلشان الأبحاث، وإحنا كان في عندنا قبل كده مفاعلات لأجل الأغراض البحثية. تعالوا نتكلم على البرنامج بتاعنا في ظل ما نقوم به من مشروع عظيم، أكتر من عظيم بصراحة في الضبعة. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك أستاذ يوسف. أهلا بحضرتك دكتور علي. يعني عايزين نتكلم على البرنامج النووي المصري، ملامح هذا البرنامج إيه؟ ماذا يريد المصريين من وراء إنشاء هذه المجموعة من المفاعلات؟ طيب أقول لسيادتك، أولا إحنا من أيام الزعيم جمال عبد الناصر الله يرحمه، وفي الله يرحمه، وفي عقيدة مصرية بالنسبة للبرنامج النووي المصري. العقيدة دي بتقول إيه؟ نقل التكنولوجيا النووية إلى المصانع والشركات والعمالة المصرية، حيث أن الشركات المصرية والمصانع والعمالة المصرية ترتقي رتبتها إلى رتبة الجودة النووية، وبالتالي الصناعات اللي بتطلع من المصانع المصرية سواء صناعات حربية أو صناعات مدنية تقدر تنافس بيها أي دولة في العالم، تنافس بيها أمريكا وروسيا وأوروبا، وتبيع وتكسب وتجيب عملة صعبة وتجيب كل حاجة. فالمحطات النووية أصلا أبن قوم تكنولوجي، وده العقيدة المصرية بتقول كده. وعشان كده احنا هنصنع 20% أو للمحطة النووية الأولى، ثم 35% المحطة الثانية، بحيث أن الصناعات المصرية، وسيادتك لو رحت شفت موقع الضبعة هتلاقي في شركات كتير مصرية شغالة طبعا، فالعمالة اللي هناك والمهندسين بيكتسبوا خبرات نووية، يعني خبرات كبيرة جدا، دي كلها بتتنقل في حياتهم في شغلهم بعد كده، بالإضافة إلى أن المحطة النووية وهي شغالة هيبقى في صناعات مغذية برضو على نفس الرتبة النووية. فهنا المصانع المصرية والشركات المصرية تبقى قوة ضاربة لمصر على مستوى العالم. بعد كده تديك كهرباء ماشي، خلاص أنا باخد منها كهرباء، هتوفر لي في الوقود، لأن الوقود النووي في السنة بتاع المحطة دي 60 مليون دولار، لو شغلتها بالغاز هتشغلها ب 400 مليون دولار، بالإضافة إلى أن الغاز اللي هتوفره نتيجة تشغيل المحطة النووية هتشغله في الصناعة هيكسب 9 مرات على أن لو حرقته في الكهرباء، يبقى أنا بكسب مشروع استثماري من الدرجة الأولى. فالموضوع موضوع، أولا بقى عندك محطات نووية بعد ما كان يعني بيحاولوا يمنعونا، وبعدين لما جاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عطى دفعة قوية، لأن إرادة بقت في إرادة مصرية. قبل كده الإرادة كانت مسحوبة، يعني احنا 64 وفشلنا، و74 وفشلنا، و79 وفشلنا، و83 وفشلنا، ما نجحناش إلا لما جاء الرئيس وإرادة قوية جدا، سياسية قوية، وهو متبني هذا المشروع وراح لروسيا وخدنا من روسيا، ولله الحمد المحطة الرابعة بنبني فيها بدايتها اللي هي الصبة الخرسانية، 3 محطات 3 وحدات بدأنا فيهم الصبة الخرسانية، مفيش إلا الرابعة. وده بنقول للعالم كله إن المشروع النووي مشروع حيوي ماشي طبقا للمخطط الموضوع له، وسابقه لان انت من شهر ديسمبر
2017 لمدة عقد دلوقتي ل 2024 يناير 24 ده انجاز رهيب. اما رابع محطه تدخل في البناء ده انجاز رهيب جدا. طب سؤال سؤال يا دكتور علي، يعني ناس كثيره دكتور علي اكيد بتطرح التساؤل انه ومتى تبدا هذه المحطات او المفاعلات في انتاج الطاقه بالفعل، ويا ترى هل ترى هي عمرها بيبقى كام سنه؟ ماشي، اولا احنا اول محطه ان شاء الله تدخل على التشغيل التجاري سنه 28 باذن الله، والمحطه الاخيره سنه 30. يعني انا من 28 لسنه 30 ان شاء الله سنه 30 يكون اربع محطات نوويه عندك بينتجوا كهرباء، بيوفروا لك غاز وبيوفروا لك مازوت الغاز، وبيوفروا لك فرق في سعر الوقود. فالعمليه عمليه اضخم مشروع في تاريخ مصر هو مشروع التبع النووي. ثم انه هو ده جزء من مشروع كبير، يعني مشروع النووي المصري لا يقل عن 20 محطة نووية إن شاء الله. موقع التبعة ياخد أربع محطات، المحطة عمرها 60 سنة، المحطة بتشتغل 92% من عدد ساعات السنة، المحطة اللي بتشتغل بالغاز بتشتغل 56% من عدد ساعات السنة، فرق شاسع. المحطة الغاز اللي بتشتغل بالغاز عمرها 25 سنة، المحطة النووية عمرها 60 سنة، وإن شاء الله يبقى 80، لأن هم كل ما توصل لل 60 سنة يقوموا يزودوا التسريح التشغيل، فممكن تبقى 80 وممكن تبقى 100. يعني احنا اما تمتلك محطات نووية فانت امتلكت القوة، المصانع بتاعتك بقت قوية جدا، انت عندك اصبحت يعني قناة السويس دي بتميز مصر على مستوى العالم، والمحطات النووية نفس الشيء بتميز مصر في القوة على مستوى العالم. صحيح صحيح، أنا بشكرك جدا يا دكتور علي، كل الشكر ليك دكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق.